بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم محاضرة ألقاها صاحب النياف الحبري الجليل المتنيح الأنبا بيمن أسقف ملوي عن العاطفة في حياة الفتاة. أكلمكم عن موضوع مهم أوي وهو العاطفة في حياة البنت الفتاة. موضوع جريء شوية، إنما معلش يعني أنا صاحب المواضيع الجريئة دي. العاطفة في حياة الفتاة، المستويات بتاعة الحياة الداخلية للفتاة يمر في الخطوات الآتية. أوطى مستوى يسموه المستوى الغريزي، المستوى الغريزي يعني يبقى الانسان بيتعامل على مستوى الايه؟ الغريزة، على مستوى الانفعال الغريزي، لاننا نحن نشترك مع الحيوان في الطبيعة الجسدية. لا شك ان الغرائز البدائية البيولوجية تسمى الغرائز الايه؟ الحيوانية او الطبائع الجسدية. لذلك الانسان عندما لا يكون على مستوى انساني يبقى ماشي على المستوى الايه؟ الغريزي. زي مثلا واحد يتعبه تبص تلقاه يبقى سائر وينتقم ويقلب الدنيا، زي بالظبط الحيوان لما تغيظه يثور ثورة كبيرة جدا. برضو في موضوع الخاص بالجنس، تبص تلقى الاتجاه ليس نحو الجانب الانساني في الجنس ولكن نحو اللذة. وفي فرق بين اللذة وبين الطابع الانساني للجنس، وهنتكلم فيه واشرحها لكم ازاي. اللذة الى لحظة، ولكن المتعة الإنسانية في الجنس إلى ديمومة. وهذا هو الفارق بين الزنا وبين الزواج، أو هذا هو الفارق بين الحيوان وبين الإنسان. الحقيقة إن الإنسان لما يبقى غريزي مش بيبقى حيوان، بيبقى ايه؟ أقل. ليه؟ لأن الله أعطى للإنسان إمكانية أن يسمو ويعلو بالمستوى الغريزي. إداله ما يأتي، إداله حاجة اسمها العقل. ولذلك تلقى الجماعة اللي منكم في الطب يعرفوا إن الكورتكس قشرة ضخمة في الإنسان وليها قيمة كبيرة جدا، بينما الكورتكس في الإنسان ياندرتال اللي هو أعلى ما وصل إليه الحيوان تلقاها صغيرة وقليلة وملهاش التأثير الكبير. الهاير سنتر بتاع العقل بتاع الإنسان ضخم جدا، اللي بسميه أنا غرفة العمليات، ان في ذراير، في مراكز عصبيه، في مراكز حيويه بتوجه. فده بيختلف، ولذلك ممكن يعمل عمليه الايه؟ عمليه التحكم، كنترول، بينما الحيوان ما يقدرش يعمل عمليه التحكم. الولد وهو صغير خالص بيبقى غريزي، ولكن يكبر تبص تلقى كل ما بيكبر شوية بيقدر يعمل عملية التحكم، يتحكم في الوظائف البيولوجية بتاعته، وبعدين يتحكم ايضا في الوظائف السيكولوجية.
فماما تضربه قوم يروح يبص فيها ويقول لها حقك عليا يا ماما. لا ده تقدم، لان الغريزي ان تضربه يروح ايه ضارب على طول، لان ده الانفعال الغريزي. طب جت منين؟ جت من ان الغريزة طلعت الى مستوى تاني، فهم ان ماما بتضربه علشان ايه؟ عشان مصلحته، بتحبه ويهمه جدا رضاها، فلما تضربه يروح يترجاها انها ترضى عنه. فده مستوى مش مستوى غريزي. يبقى اذا يا الانسان اخذ حاجة مهمة جدا اللي هي اسمها الايه؟ العقل. ولذلك لما بيجي يتكلموا على صورة الله ومثاله، ان هيز ايمج اند لايكنس، في صورته وايه ومثاله. الايمج اند لايكنس هي في ايه؟ اول حاجة هي العقل، الذكاء. نمرة اتنين الحب. الحب بمعناه الايه؟ الحقيقي. مش ممكن ابدا، سمعنا على ان في بقرة وعجل عمالين يقول لها انا بحبك ومش قادر ومش عارف ايه ومستعدة ابذل حياتي علشانك. ما سمعناش في الغطام ان في حيوان بيقول لحيوانة بهذا الشكل هذا، ولكن اللي نسمعه ان العجل والحيوان والطور والجاموسة طول عمرهم من يوم ما اتوجدوا على الارض الى يوم انتهاء الارض هو عجل وطور وجاموسة لا يتحركوا على المستوى الايه؟ الغريزي. انما الانسان غير كده. توصلت الآن عندما يتلامس مع الحب الانساني ده بيضحي بحاجات ضخمة، سواء اذا كان هذا الحب يتعلق بالزواجي بالخطيبة اللي هيتزوجها ويكون معاها حياة الشركة، او بالانسان على المستوى الانساني في الجوانب الاخرى. يبقى اذا يا اخواتي كل واحد منكم يسأل نفسه، هل انا غريزي؟ اذا كان غريزي يبقى يعرف نفسه على انه مش بس مش مسيحي، ولكن يقدر يقول لنفسه ان انا لسه ما وصلتش الى الطابع الايه؟ الى الانساني. النقطة الثانية اللي ربنا اداها للانسان بجانب العقل، اداله الارادة. الإرادة هذه الإرادة بجبارة وحديدية وممكن جدا بتوصل إلى نتائج مذهلة في الطبيعة الإنسانية. وأظن أنتم بتسمعوا على إزاي اللي أراد إن هو مثلا يوصل إلى نتائج في الحياة وقدر يوصل إلى هذه النتائج. التصميم العنيد المبارك في حياة الإنسان عندما تتجه الإرادة إلى أعمال إيجابية للبشرية. والحضارة البشرية هي ثمرة إيه؟ إرادات. ثمرة إرادات إنسانية وجهد خلاق في الإنسان. أراد فكان. لأن الله عندما قال فليكن كان، فأعطاه هذه الإمكانية. لذلك يقول عليها بالإنجليزي creativeness and to be initiative، يعني مبادئ وايه وخلاق. هي دي صورة الله في الانسان. فالانسان اللي يقول ما اقدرش ده بيعمل ايه في طبيعته؟ بينزلها عن قيمتها وامكانيتها. ولذلك ده جانب كمان تربوي. لما ماما تربي الولد صح بتربيه وبتنمي فيه الإرادة. لا يا حبيبي لا يا علاء، وبتديله القدرة على ان هو يسمع. انما لما يبقى بقى ولد ايه؟ دولعي. تبص تلقى الصواميل مفكوكة ويعيط يا مامي تقول له حبيبي اخوك، وتجري تعملها. الواد ياخد على ان كل حاجه يقولها اللي تتعمل. يبقى انسان مش ده يا ريت ديليكت بالمعنى الراقي، انما يبقى انسان ضعيف هش. ولذلك بولس الرسول عندما ارسل الى كنيسه كورنثوس ارسل اليها يقول لهم الكنيسه كلها، قال لهم كونوا رجالا. وفي
وفي فرق بين الرجولة وبين الذكورة. الرجولة هي اللي سيلف كنترول، والذكورة اللي هي ما تتعلق بالجنس. انما يجب ان تكون الكنيسة، في كنيسة الله يجب ان نكون كلنا رجالا. واحنا شفنا في الحبس والتحفظ الفرق، اللي تربى راجل قدر يستحمل وقدر يصمد وقدر، واللي كان ابن ماما بقى يعيط ويلطمني وحاجة وتلاقيها خير، مع ان تلقى مش انا ابو بيه وعمره 40 سنة و 50 سنة وهش مصنوع من السلوفان. يتميز عن الحيوان بايه؟ بالعقل. ونمرة اثنين بالإرادة. نمرة بقى ثلاثة، ان الانسان المسيحي لا يتميز فقط بالعقل والإرادة، ولكن عنده مستوى اخر فوق ده كله، وهو النعمة العطية الالهية اللي فيها ان الانسان ممكن يكون ثمرة اهمال ماما وبابا وثمرة تربية وظروف وحشة وحشة جدا جدا وحياة اجتماعية تعبانة وظروف جنسية رديئة اتخلق فيها خصوصا في ايام الاولى. نعمل الشكولي من بنات واولاد كانوا في طفولتهم وفي ايامهم الاولى لا وقعوا تحت تأثيرات سيئة جدا جدا، وهم لا يملكون شيئا ولم يكونوا يعرفوا شيئا، ولكنهم ضحايا. شوف ضحايا، وتقعد الوقت تعيط او الاخ يعيط يقول لي اعمل ايه؟ اقول له متخافش، في حاجة في المسيحية عجيبة جدا جدا اسمها الكونفيرت، محاول. ده في شخص كده اسمه الروح القدس يعمل ايه؟ يجيب ما هو كان ليه ضد الانسان ويروح عامله على ايه؟ لصالحه. عجب، ما ده بقى المذهل بقى جدا، مذهل. وهقول لكم اختبار صغير معايا انا. انا وانا صغير كنت شقي جدا جدا، لدرجة ان المنظر بتاع المدرسة كان بينطق من نيابتي. تصوروا بقى الحالة دي، وكان ابويا الله يرحمه يقول لي انا عايز اعرف انت بتعمل ايه؟ ده النظر بتاعك ده رهيب رهيب، بيرعب الدنيا كلها وانت مجننه والراجل ينطق بتعمل ايه؟ وانا اقول له ده فن يا بابا، ده فن. وبعدين جت النعمة راحت محولة الشغلان، اصبح ان عندي امكانية ان انا اخدم مين بالاخص؟ السؤال. ولما بقيت مدرس في النموذجية بقى الناظر يستعجل يقول لي انت اتخلقت علشان تدرس العفاريت، العيال الورش، والورش دول ولاد الورش دول كانوا ولاد بتوع لواءات والرؤساء هيئات في الجيش ورؤساء والرئيس مش عارف ايه حاجات كانت ضخمة قوي في الثورة، واعضاء الثورة واعضاء مش عارف ايه وبتاع، عيال كانوا تبص تلقى المدرسين يخافوا من فصل الورش. وانا اول ما ادخل واقعد في وسطهم كده الاقيهم كلهم ايه؟ انسجموا. زي اللي زي الدلع اللي اسمه الحلم اللي بيروض الوحوش. يمسك العصاية كده تبص تلقى ايه؟ الاسد يعمل له ازاي؟ يقول له at your service. جت منين الحتة دي؟ جت من ان النعمة تاخد الحتة اللي كانت مفروض انها تبقى ضد الانسان وتروح عاملها ايه؟ تحولها الى الايجابيات. فالاخت او الاخ اللي كان في ظروف سيئة وحشة جدا 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 تقوم النعمة تمسك فيها، تقوم تلقى الاخت دي بقت اعظم خادمة للشابات وبالاخص اللي وقعوا ضحايا.
تبقى زنزين، تقول يا سلام على الاخت فلانة دي، خادمة موهوبة كل الشابات يحبوها حب جديد. وهي ثمرت ايه؟ ثمرت يمكن كانت متاعب وثمرت ضيقات شديدة، ولكن الله من محبته بيقول على انه يستطيع ان هو يخرج من الاكل ايه؟ اكلاً، ومن الجافي حلاوة. وحين وبينما انا ضعيف حينئذ انا ايه؟ قوي. وتكفيك نعمتي. يقول لك كده. والحتة اللي ضعيفة في الانسان دي هي اللي ربنا يشتغل فيها. ولذلك يقول لك اصر بالايه؟ بالضعفات. بتصر بالضعفات ليه يا بولس؟ قال لك علشان هي دي اللي بيتمجد فيها مين؟ هو. يبقى اذا بقى دخلنا الى المستوى، المستوى الاول اسمه المستوى الايه؟ الغريزي. والمستوى الثاني اسمه المستوى الانساني. في المستوى الانساني تتعامل العواطف مع الاخر على مستوى الاخذ والعطاء. يتعود الولد ان هو ياخد وايه؟ ما يبقاش سنترد اراوند انسان، اللي بيسموها في علم النفس ايه؟ النرجسيه، النرجسيه. عارفينها ولا لا؟ يحكى ان بطلا في الاغريق كان اسمه نارسيس. ونارسيس هذا كان جميلا جدا. فنظر في الماء فوجد وجهه حلوا. فقعد يبص في الميه وعجب وجهه. فقعد يبص 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 لغايه لما ايه؟ غرق. وقع في الماء وغرق. القصه دي اخذوها من الاغريق وعملوها على علم النفس. الانسان اللي عايش في ايه؟ في ذاته، محور ذاته. وممكن البنت تقع في الحته دي. انها تبقى عندها الايجو سن، تبقى ايجو سنترك، تبقى واقفه في المرايه كده اهو تعمل شعرها وفي انا اجمل ما في الدنيا، هو انا 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 ماما انا 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 امها تقول اعوذ بالله وارفعنا من الانا. والانسان اصل بطبيعته يكره ريحة الأنا دي، ريحتها منتنة بعد عنكم. ولكن أنا أمر الله يا بنتي. تقول لها أجيب لك إيه؟ تقول لها أنا اللي أجيب أنا. مش أنا أخلص من الأنا. وتنزل تجيب وتجمع ما تجمعش. وما تجمعش. وكل ما أختها تجيب مثلا حاجة صغيرة هي عاوزة 10 أضعاف، ونخوها مش عارف إيه إيه. الأنا 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 الأنا. ده المستوى الواطي. انما المستوى الانساني الاخذ والعطاء، ياخد ويدي ويعرف ان الحياه كده. ولذلك الحضانه بتنفع العيال الصغيرين. الولد اللي متربي مع ماما وماما طول النهار، حبيب ماما يا حبيبي، حبيب ماما يا اخويا، وحتى يروح الحضانه وهو فكر نفسه ان هو امبراطور شاه ايران. وبعدين يلاقي ان هو لا امبراطور ولا شاه، يجي يكلم العيال ويبتاع، يروح الواد لطشه في وشه. اول مره يصاب بازمه نفسيه، يروح لام العيال تقول لها الامبراطور وقع من العرش. تقول له وبعدين شويه بشويه يفهم ان الدنيا ايه؟ اخذ وايه؟ وعطاء. اخذ وعطاء. ولذلك البشرية قايمة على هذا المستوى الإنساني. إن الإنسان لا يمكن أبدا يقدر يعيش في حياة زوجية وهو سنتر أراوند هيمسيلف، وخاصة المتدينين. أكتر جو يبقى فيه المتمركزين حول ذاتهم بتوع بتوع الكنيسة، مدرسات مدارس الأحد. علشان اصل بيقولوا لها هي مس ومدارس الاحد عنده اخر جمال، لانها بترضي بترضي الذات. وابونا بيمدحه ويقول له حلو وهايل، وكل واحد ماشي عمال
زي الطاووس ويعمل عمال يجيب ريش ويحطه كده هو ويهفخ بيه ويعمل بيه. وده يوم ما يتجوز يصطدم مراته خطيبته اخدته على انه افندي بتاع مدارس الاحد قد الدنيا حلو ولذيذ وكويس وتبين قوي قوي شده بعمق. وبعدين تبص تلقى في الجو الحائلي اكتشفت انه اناني وانه ما بيجريش الا ورا نفسه واحيانا انه شهواني وانه هو لا يهم الا ذاته. بيحصل احيانا فرستريشن غوط يا ساتر يا ساتر. وعشان كده انا لما يجي لي واحد شاب ويقول لي انا سيدنا انا هتجوز بنت من الخادمات ملاك وبعدين هي تقول لي هو الولد الاخ اللي انا اخده ده جوهره بس لما نشوف بعد 6 أشهر ماذا سيحدث من الملاك ومن الجوهرة وماذا تشهون. لان اصله المحبة المقولة شيء والمحبة المجروحة شيء اخر. ولذلك المسيح عندما احبنا لم يلقي الينا امرا ولكنه القى بذاته على الصليب مجروحا من اجل احبائي. وهنا بيتكشف الانسان يتكشف في مواقف ومن اهم هذه المواقف هو الزواج. وعشان كده الشخص الام اللي بتربي بنتها على الانتزاع من ذاتيتها وازاي تبقى بنت صحيح عقلة وراسية وما بتجريش ورا نفسها واعجابها بوشها واعجابها بجمالها وبعلمها وبعائلتها وبتاع وتفهمها ان الحياة في واقعها لها مرارتها وألمها ومعاناتها وان الانسان انسان وله ضعفاته. هذه الاخت ممكن تبقى زوجة لما تكتشف ان جوزها عنده ضعفات ما تصابش بتعب ولكن تبقى تقول مش تقول خلاص مصبت هي كده وحظ كده لا 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 تقول انا اتعب واشيلها اهو دي الحب. وهو كمان يقول اخطاها على اتحملها وهذا هو الحب. ده هو ده معنى الحب مش الحب بتاع مستر عبد الحليم حافظ بحبك يا اخويا بحبك كذاب ولا بحب ولا بيعمل ده هو بيحب نفسه ده بيشتهي. والدليل على ذلك انه ساعة لما تيجي تقول له التزم باللي انت بتحبها دي لا. ولذلك العلامة لما بتجي لي بنتي وتقول لي الولد في الكلية بيعزني يا سيدنا وبتاع اقول لها استني بلاش شغل المراهقين الولد صحيح قصد زواج تقول لي ما اتكلمناش في الموضوع ده اقول لها اصبري سنة واتنين لغاية لما تيجي تتخرجي واذا كان من ربنا صحيح يبقى اول علامة من العلامات انه يعمل ايه يلتزم. ما معنى الالتزام؟ الالتزام معناه اني ساحمل مسؤوليتك على كتفي وانت ايضا ستحمل مسؤوليتي على كتفك وسوف نتعهد سويا على ان نعيش في عهد الالتزام بان كل واحد مننا لا يفك. بينما العشق غير كده. العشق ده حاجة تانية مش ملتزم ماشي معاها واد ماشي مع بنت. يعني ايه واد ماشي مع بنت؟ يعني معناها عاوز يمتع نفسه زي ما هو عاوز وبعد كده يقدر يفك ولا ما يقدرش يفك وهي تقدر تفك منه ولا تفك. وهنا ده الفارق المهم جدا. وعشان كده الكنيسة بتدشن الحب الجنسي بعملية الايه؟ السر ساكرمنت ان بتقول له بارك يا رب واللي حل روحك القدوس عليهم وتعهدهم واعطيهم يا رب وقدس مرجعهم واعطيهم بنين وبنات ويولدوا واغرسهم في كنيستك. اهو هنا ده الالتزام. هم وعيالهم يبقوا مغروسين في الكنيسة فاحضر الله الى البيت ويصير البيت كنيسة.
فاللي عاوز اقوله بالنسبه للعاطفه بالنسبه للبنت، اذا سابت نفسها من الطفوليه ممكن تقع في دوامه اسمها دوامه العاطفه الهائمه، ودي بيقع فيها البنات في ثانوي واحيانا في الجامعه. تستلطف، مش بتحب بقى حب مسيحي، استلطاف الولد، وفي الغالب بيكون السبب لا شعوري unconscious psychology بيكمل. هي اصلها مثلا بنت فقيره فشايفه واد غني ومحبوح ويقعد في الكافيتيريا ويصرف وتبصت لها انجذبت. او مثلا هي عندها نقص في ناحيه من النواحي وهو بيكمل، او هو شايفها انها بنت ذكيه جدا والمعيد بيقول لها عقل جبار very intelligent very good excellent، وهو مخه مضلم ومعاوزه يتجوزها علشان تسد النقص ده. مش جواز، ده مش جواز. وباخطر ما يحدث ان يبتدوا يقربوا من عواطفهم وتيجي البنت الغلبانه دي وتروح فاتحه قلبها. يا ما شفت ناس داخوا ويا ما تعبت يا بنات مع اخوات ليكم بسبب انهم فتحوا قلوبهم. والواد بكل بساطه اول ما تخرج ولا اي حاجة ولقى مستقبله في انه يهاجر، انه يتجوز بنت تانية، انه مش عارف ايه اي حاجة، سابها ورماها ومشي وجري وخلاص، وهي عمالة تشقى وتعيط وتبكي بالدموع. يا بنتي حالي، يا بنتي حالي، ده هو بيجري ورا مستقبله مالك؟ تقول يا ريت ما كنت عرفته. قلت له تستقلي لانك انت فتحتي قلبك. في العهد القديم حطت نار من نداب وابيه وكانت نار غريبه، مع انهم حطوا نار، ما حطوش حاجه، حطوا نار، ولكن حطوا على المذبح نار غريبه. يقول لك فايه؟ فاماتهم الرب، راح موتهم حرقهم على طول فيهم، لان النار غريبه ليست من النار المقدسه التي ارادها الله في خيمه الاجتماع. فالبنت العاقله تنصحها، واخت الشاب اللي مظبوط صحيح ما تفتحش قلبها ابدا ابدا. هي تعلم ضعفها، انها من السهل جدا انه يوم ان يفتح القلب ممكن ان تقع في دوامه اسمها دوامه العاطفه. من يخرجها؟ خصوصا لما تكون غلبانه ومسكينه وطيبه بقى. شغلانه عاوزه الونش بتاع عثمان احمد عثمان ومطلعها كده هو، ودي اللي هو يعني النعمه كبيره غنيه، وعاوزه دموع وعاوزه مطالعات وعاوزه صلوات وعاوزه اناديل وعاوزه جهاد وعاوزه شغلانه. طب وليه؟ لذلك البنت العاقله هي اللي تيجي لما يجي واحد يقول لها تقولوش لا، تقول له تلم تلم يعني تلم ما ينقر كده ينقر، تقول له نو نو it is closed now. ما تحاولش ما تحاولش، الاكزيت في الممر غلط اللي انت عاوز تدخل فيه، دور على غيري العب بيه. انما انا واعي، انا فاهمه نفسي كويس. يقول لها انت بارده؟ انت مش عارف ايه؟ انت شاذه وبتاع؟ زي ما بيحصل في المجتمع. يقول لها تقول له نو 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 نو، انا فاهمه رسالتي كويس جدا. ساعه لما تيجي تتخرج وتتوظف وتتجهز كل حاجه، بعد كده تيجي بقى لما الشخص اللي يدخل لازم تتاكد انه من ايد مين؟ من ايد ربنا داخل. تبقى حاسه ان النعمه هي اللي مدخلاه. الحب فوق الزمان وفوق المكان وفوق الكيان، لان الحب هو الله، والله فوق الزمان وفوق المكان وفوق الكيان. فدل لذلك العيال البايظين يقول لي زي ما بس بره، وبقى الكلام ده يتقال هنا اهو، sex is like food we must enjoy. اقول له يا ابدا غلطان، ده حتى الفود اللي انت بتاكله ده لو اكلته كغرض كغايه في حد ذاته ما
يجيب لك وجع المصارين والقولون ووجع الحياة. الإنسان يضيع يا بنات. ولكن الإنسان بيحصل إيه معاه في موضوع الأكل؟ يأكل وهو بيأكل، المتعة اللي في الأكل هي إن هو بيأكل وبياخد الأكل من إيد ربنا، وأحيانا كمان بيبقى مين أوف كوميونيكيشن، يقعد مع الست. ولذلك أنا بخاف إن أنا أكل مع حد، لأن يوم ما أقعد أكل مع حد أكل كتير، وأنا مطلوب إن أنا ما أتخنش. أكلت مع أبونا ده، فاستمتع الواحد، ده متعة، متعة مش في الأكل بقى، حتى ولو كان متفجرات طعمية برضه، ولو إنما قنابل، قنابل بازوكا سريعة الطلقات اسمها الفلافل، ربنا ما يوريك. فإنما الجميل إنها بقت مين أوف كوميونيكيشن. ولذلك النهاردة تبص تلقى المطاعم بتعمل عملية لذيذة أوي في حكاية الأكل، يقعدوا الناس يأكلوهم إزاي، مش عارف يعملوا مزيكا ويعملوا أنوار إيه وألوان إيه ويحملوا الورد إيه ويقدموا لك شوية الأول شوية سلطة، وبعد نص ساعة يقدموا لك شوية شوربة، وبعد نص ساعة يقدموا لك شوية مكرونة. ايدك يا عم خلصنا. يقول لك لا ده أصل أنت من المطعم اللي هنا، ده مش الهدف فيه هو الأكل، ده أكيد إن اللي جايين دول عاوزين إيه؟ عاوزين يتمتعوا متعة. ولذلك العائلات هناك ما يحبوش ياكلوا في الويك اند في بيوتهم، انما يطلعوا فين؟ المطاعم، ياكلوا على البحيرة على البتاع، ياخد ست بتاعته ويقعدوا والاولاد او الجيران بتوعهم ولا حاجة. فالاكل حتى الذي يقال انه امور بيولوجية اتحول في حياة الانسان، لانه انسان فرق من العجل وهو بياكل البرسيم، ومين الانسان وهو بياكل التورتة والجاتو، فرق كبير جدا. العجل ياكل البرسيم وما عمروش يجعله وسيلة اتصال مع الجاموسة ويقول لها على صحتك الفلك ازاي. انما المتعة الحلوة في الانسان انه بيحول الاكل ويحول كل الوسائل الى ان يكون واسطة اتصال وواسطة في تنمية الشركة والحب بينه. هذا هو الهدف من المادة. وكان في الجنة ربنا قاصد كده، حط له الاكل علشان يبقى واسطة شركة بين اثنين، بينه وبين الله وبينه وبين مين؟ حواء. ويوم ان سقط واكل بعيد عن الله صار الاكل لعنة ومتعب بينه وبين الله وبينه وبين حواء. فيبقى اتكلمنا عن المستوى الغريزي، اتكلمنا على المستوى الانساني الذي جعل الغريزة ان يكون لها معناها وهدفها وقدسها بالحب الانساني وجعلها وسيلة بين الانسان وبين الاخر. النقطة بقى الثالثة، العاطفة المقدسة او المكرسة، ده مستوى تاني بقى، دي مستوى بتاع البنات القديسات، مش البشرياء، مش البنت المؤدبة الاخلاق كويسة بس. البنت الاخلاق كويسة بنت الناس هي البنت العقلاء اللي تتجوزها وعد راجل لناس ويعيشوا مع بعضه ويستحملوا بعضه ويقرفوا بعض شوية وينبسطوا مع بعض، ويوم غيم ويوم منور ويوم ممطر ويوم ملخبط، الدنيا كده. الدنيا دي اسمها الحياة الإنسانية. إنما في مستوى في العواطف اسمها العواطف المكرسة، دي بقى مستوى بتاع الإديسات، البيت اللي تلمسها محبة المسيح، تكويها محبة الله وتعطيها لواعج الحب الإلهي، تلقاها هيمانة
بالعريس السماوي، سواء إذا كانت تريد أن تتزوج أو سواء تريد أن تتكرس وتتبدل على أي من الاثنين، إنما بتبقى مستوى آخر اسمه المستوى الروحاني. إن تبقى العواطف كلها متجمعة في قالب واحد أو في مجرى واحد اسمه حب المسيح. ولذلك دي اللي قال عنها بولس الرسول: عجبت ألا أعرف بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا. ولما تيجي تمسك شخصية بولس الرسول تلقى إن أكله وشربه وغذاءه وحياته ومتعته وفرحه وألامه وأنينه وسجنه وخدمته وكرسته كله 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 يرخص في المسيح. فيوم أن تحدث عملية اللمسات الروحية في القلب ده، تبص تلقى الأخت حريصة جدا جدا بحساسية شديدة إن عواطفها ما تبقاش إلا للمسيح، وإن اتجوزت لا يمكن تتزوج إلا الشخص اللي يحب المسيح زيها وأكتر منها كمان عشان يشدها لقدام أكتر. وامها تقول لها: ماله يا بنت؟ مال وتزجي الفل، عنده عربية، عنده شقة، وعينيه خضر، ولذيذ، ودكتور، ومش عارف ايه وايه. وتريا تقول لها: يا ماما لا. تقول لها: تجنينيني بسنتك، عاوزة ايه؟ نفصل لك واحد ايه؟ تقول لها: يا ماما انا مش عاوزة واحد يكون كيت ولا كيت ولا كيت، انا عاوزة واحد يكون بيحب ربنا علشان اضمن خلاصي. تقول لها: هتجننيني، مش فاهمه اللي بتقولي ايه. لانها صعب يعني، هي مش فاهمه كلام الناس كلها، لانها هي عايشه امها دي على المستوى اللي تحتين مستوى الانسان. ما كويس، واد مؤدب ولذيذ، مال وحش فيه ودمه خفيف. انما هي البنت رغم انها يعني تصلح للحياه الزوجيه بكافه ابعادها، الا انها ترى ان مستواها مستوى اخر، عاوزه الشخص اللي هي وهو يغطسوا ويتغرقوا في بحر اسمه بحار الحب، ويتحطوا في لهيب اسمه لهيب الروح القدس ونار الحب الالهي. ولذلك تلقاها الاخ اللي يدخل علشان يخطبها، اذا لقيت فيه الحرارة الروحية الصادقة، ما في بكاشين، في بكاشين كتير قوي، يقول لها: انا بتاع مدارس الاحد، وحكينا وقلنا وانه بيجري ورا ايه، ورا ذاته. انما انا بتكلم هتقولي: طب ويعرف، تعرف ازاي؟ بالروح. نعم، تقدر تحس بالروح. بالروح، لان ده ملاش معايير. ما اقدرش انا اقول ابدا ان في معيار انك شوفي وزني حبه كم رطل ولا كم ورية ولا بتاع، ملاش موزين. تعمل لا، وفي نقطة تانية قبل الصلاة في الأداديس، إن لازم هي إذا كانت اختبارها صادق، ما هي كمان ما تبقاش خادعة، يعني ممكن تقول عاوز أحب ربنا، بس لازم يكون واد حليوة، لا خلاص باظت الشغلة، عاوز يكون بس لازم يكون صيدلي. يبقى بيستعمل من الظهر، العين ايه؟ حولة، لانها بتبص يمين وايه؟ وشمال. وهنا في هذه الحالة دي بتشقى جدا، لانها تمسك العالم وربنا. كده كونتراديكشنز، لذلك تبص عمالة تخبط فيها الابواب زي الموج اللي جاي كده والموج جاي كده، ويبقى البيت حتى عارفين كده. يقولوا: احنا مش فاهمين لك حاجة. مرة تقولي كذا وكذا وكذا، ومرة تانية ابص الاكل بتجري ورا الجنة
الجسد ومش الجسد والحاجات اللي زي دي، لان في نفاق ورياء موجود. ولكن انا اقصد يا بنات، اذا كانت البنت فعلا صادقه صدق شديد جدا مع نفسها، الاختبار اللي من جوه ده بيدي الجهاز اللي في الداخلي يقدر يكشف على طول اذا كان الاخ ده هيعيش في الحياه الجديده، الحياه الروحيه، ولا ما بيعيش. تحسوا، هقول لكم شويه حاجات. ممكن الشخص الروحي تبص تلقاه تملي منظراته، عينين عينين ما هياش عينين شهوانين مثلا، اثنين كلماته مش منافقة ولا معسولة ولا بتاع، لا فيها صد التعزية السماوية، ويبين كده تحس ان الكلام بيجذب ويشد للإنجيل. تبص تلقي كمان ان اشتياقاته كلها اللي بيتكلم عليها هي مجد الله، ان فيه ما يحبش يتكلم عن نفسه، وحتى لو الناس تكلموا عنه يبقى خجلان جدا، ولو تملي الحرص كله على مجد الله. وتبص تلقي لما يجي يمتحن في الأسئلة عن الأمور المادية وعاوز ايه ومش عارف ايه، تملي تلقي عنده القناعة وعنده الكفاف وما بيجريش ورا الطمع والأخذ في معايير إذا حبيتي لازم واحد اتنين ثلاثة. ولكن مع هذا أكتر من قياس حلو جدا اللي هو الروح القدس اللي فيك، يؤكد لك ان ده بتاع ربنا. اسوأ ما يحدث في حياة الخادم ان يتجوز واحدة تكون جسدية، بتجيبوا الارض وتضيعوا. واسوأ ما بيحدث للبنات الملائكة اللي عندنا الخادمات المريمات اللي الواحد بيبقى فرحان بيهم، ان امها تضغط عليها وتروح تجوزها واحد من بتوع العالم، دور عليها عين البنية لها شوية بشوية من الضحايا وراحت البنت. كانت خادمة عندنا ممتازة، الواحد كان بيفرح وكان نفسه تتكرس البنت دي، او البنت دي ملاك فعلا، ملاك دي مش بتاعة العالم. ولكن الحكومة الام اصدرت الامر والراجل يعني غلبان. ولما اروح انا اتفاهم مع صاحب ولي صاحب الامر والناهي تسرح بيته، تقول ايوه ايوه انا فاهم انها بتسرح بي، انما على مين بقى؟ خلاص هي عمزه ده يعني ده انتهت خلاص، وانهت البنت، انا انهت على البنت. ويا بنات غلابه بيقعوا تحت سيطره امهاتهم سواء بالضعف او سواء بالاراده، انها تقول ماما ماما لانها ما خدتش على الا انا. انما البنت اللي بتكون شخصيتها فعلا روحيه صادقه جدا ممكن تقول لماما لا لا من غير ما تعملها ابدا، ده بالعكس ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. زي البنت اللي جت في بيت التكريس عندنا، امها قلبت الدنيا كل حاجه وهيجيلي وقال السكر قال الضغط بتاع، بعدين بقول لها انت ايه رايك؟ قال يجي لها سكر يجي لها ملح يجي لها مش عارف ايه. البنت قلت لها مهاد انا باللي انا خلاص مت عنها، انا بتاعته هو مش بتاعتها. شوف اللي دي اللي قال عنها الكتاب نار عاوزها تولع، وفي حتة تانية قال جئت سيف يفرق البنت عن امها. اهو هو ده ولا تتهز. وانا اتمنى اقول للبنات اللي عاوزين يتكرسوا عندي اقول لهم كده، اقول لهم البنت الضعيفة اللي بنت امها ما تجليش ما تدوخنيش تبعد عنها لغاية لما تصوتهم تبتيك. انما اللي مجلوله لامها ومامي مامي مامي لا يا اختي خليك عند مامي، انا مالي انا ومال مامي بقى انا هخلص من مامي دي. ها واسوأ ما بيحدث في بيوتنا انك تلقى احد نوعين من البيوت، يا ريت الام فيه متسيبه خالص وسايبه البيت والبنت ضايعه والواد عينه زايغه وعمال يتكلم في التليفون مع بنت شريره وكل حاجه، وهي وهي ولا وهي الاخت درويشه اسمها اللي حكيت عليها الاخت درويشه. يا اما بيت تلقى الام ماسكه في العيال ايه مجدع نزوم مضبعه فيهم كده هو الاثنين دي من اسوء ما يمكن.
وبينفع على شخصيات اولادهم خالص. ولكن اقول الاثنين اصلهم الذات بنتي انا مع اصل امه، ورغم انها بقت 55 سنة انما لسه ايجو سنترك، ايجو سنترك بنتي من مصيبة فيها في اليد في اليد دي. معناها لما تكون اخت روحية جدا تقول لا بتاكل ارادة الله. يا سلام على النفوس الشفافة ان كان الاب او الام اللي مش عاوزين لا، وبرضه حتى كمان في حكاية الثانوية العامة لما بيكونوا عاوزين يودوك لازم تدخلي كلية مش عارف الصيدلة علشان حضرته عنده ادخان. يا بابا انا عاوز فنون جميلة وبتاع، فنون ليه وشباب وتدخلها الصيدلة وتسقط وتعمل وبتاع وتتعب وكل حاجة. ابويا الى متى هذا؟ ده انا كنت بقف في ملاوي واقول كده هو يسقط الاستعمار. يسقط الاستعمار يا ناس. لا، وبعدين مره بقى بيت فلاحه سمعتني وانا كده وانبسطت وراحت في قريه من القرى اللي عندنا البعيده قوي. امها قالت لها بيت، قالت لها نعم، قالت لها تتجوز ابن خالد، قالت لها لا. قالت لها ليه بيت؟ قالت لها اصل ده يا اخويا عشنا طول عمرنا في البيت وهي عايمه ما بحسش ابدا من ناحيه شيء، وانا ما احبش ربنا يبعت واحد من بره، انما ده ابن خالي ده زي اخويا وبتاع. قالت لها عنده كم اراد طير. قالت لها ماما هتجوزه ولا تجوز الطير؟ قالت لها انا بقول لك الطير ما يطلعش بره، وان ما كنتش هتعملي بتاع هقطع لحمك واعمل. قالت لها انت ما سمعتيش سيدنا قال ايه؟ قالت لها اسقط الاستعمار. فعلا ده ايه ده يا اخي الذل ده؟ يا اما يبقى استعمار بهذه الطريقة، يا اما يبقى تسيب بهذه الطريقة. البيوت بالتربية بتاعتها الحلوة جدا اللي ماما تشتغل ايه؟ موجهة اخت كبيرة تتعلم النصيحة بطريقة هادية، والاخت تقبلها وتشجعها لغاية ما تبص تلقى البنت طلعت كمان ناضجة. كمان اه طبعا، ما هي اصل ما هي لما ما طبعا لما ماما من صغر البيت صدقتها وما صدقتهاش، ما اصل ما تبقاش صريحه ليه؟ والبنت جواها روح القدس. ليه ما تبقاش صريحه؟ لان ماما بتخوف. يعني لما تقول لها يا ماما في ولد في المدرسه اللي قصادنا بيقول لي انا بحبك، انا هوي لو عملت كده البنت مش هتقول حاجه تاني. انما لما تقول لها يا بنتي دي اصلها دي حاجه طبيعيه في البشريه، وان هو واثق انت بتتكوني وعشان البنت وهو ولد ودي ربنا عمل كده، تعالي بصي شوفي في سفر التكوين قال ايه وعمل ازاي وربنا قصده ايه ورحيل، ويقعد تقعد تحكي معاها وشوفي. انا شخصيا ما عنديش مانع يا بنتي ده لو كان من ربنا، ولما يكبر ويحب يطلبك انا بفرحان. ما دام انت اللي راضي عليه انا مش هتذكر في مين اللي يخطبك ولا مين، انت اللي هتعمل. بس شوفي بقى ده دلوقتي لسه ما يملكش خمسه ابيض في جيبه ولا ثلاث تعريفه ولا يعرف يعمل حاجه ولا بتاع. انت بتتكوني، ثم انت دلوقتي بتقولي عليه واد كويس، عارفه لما توصلي الجامعه هتلاقي ان هو بتقولي ده مخه، انا كنت عيله صغيره والجدع ده مخه وسخ وانا عاوزه واحد كويس وكل حاجه، وتقعد ترشدها وتوجهها وتقول لها تعرفي يا ماما انك انت مظبوطه صحيح خالص. اوكي، زي مره حصل لما رحت وكنت قسيس في امريكا وبعدين كتبت كده هو smoking is strictly forbidden in the church in all the buildings. فجالي ولد عمره بتاع حوالي 6-7 سنين قال لي فاذر يو ار رونج. لا ما تخافيش. بيقول ايه؟ ده لذيذ قوي. ما ابوه قال له اخرس يا اهلي اللي مش عارف ايه ومش قاعد فيه. قلت له ايه مالك؟ قال لي قال لي يقول لابونا امتونت الكلام ده. قلت له ما يقولش ليه؟ تعال كمان دو يو ونت تو ميك دايلوج؟ قال لي يس. قلت له كمان تعالى، واخدته جنبي كده وقعدت اكلمه على السجاير ليه انا مانحها في المبنى.
قلت له نمرة واحد المبنى لسه ما أمناش عليه ممكن يتحرق، نمرة اتنين ان الكنيسة زي المكتبة وانت بتروح المكتبة والمكتبة ممنوع فيها، نمرة تلاتة ان في ناس عشان المبنى ضيق موجود مقفول وفي ناس صدرها بيتعب من السموكينج يبقى لازم نخلي اماكن معينة واحنا لسه لغاية دلوقتي ما خليناش اماكن، نمرة اربعة نمرة خمسة. وبعدين عارف قال لي فاذر يو ار رايت. قلت له انا خدت ماجستير خلاص، ما لان اقنعت الولد كان من الممكن اسد بقه ولكن يبقى الولد في داخله تعبان ويقول الراجل ده مستبد ويكره رجال الدين ويقول كل بتوع رجال الدين دول غاوين الاوامر وبحاقد. ليه ما تربوش اولادكم على هذا؟ والبنات عندكم في مدارس الاحد تطلعوهم عندهم القدرة على انك لما تاخديها وتطلعي معها في جنينة القناطر وتقعدوا معاهم في الرحلة ولا اي حاجة وانت معيدة في الكلية ولا حاجة وتيجي تقولك ايه رأيك في كذا وفي كذا وفي كذا وترد عليها الردود الروحية العلمية الاجتماعية النفسية. انا بحس بان دي هي ده الواجب اللي علينا. مستويات العاطفة في تأثير هذه المحاضرة كالآن: واحد المستوى الغريزي الذي هو أقل من الحيوان، نمرة اثنين المستوى الإنساني وهو شقين، في مستوى إنساني فيه الأخذ دون العطاء وهو الإيجوسنتري، وبعدين نقلنا إلى المستوى الإنساني الذي هو أرقى فيه الأخذ والعطاء، ثم ارتفعنا إلى المستوى الدور الرابع لفوق اللي هو قمة عواطف البشرية اللي هي العواطف المكرسة التي فيها عواطف الأخت تصير مركزة في يد المسيح مليانة بالحب الإلهي. لقد صنع يسوع فيها glorifying it، عمل لها جبل التجلي، حطها في التجلي فأنارها مجدها، على زي ما يقولوا ان الفحمة اللي في الشوريا ممكن لما ما تكونش النار فيها تمسك الفحمة تلاقيها ايه سودة توسخ ايديك، انما حط فيها النار تبقى ايه جمرة جمرة، حط عليها البخور تبقى حلوة جدا. فالمسيح يوم ان يلمس عواطفنا لا تصير هيولية قاتمة شهوانية آخذة، ولكن النعمة الإلهية تضيئها فتصبح العواطف عاطف جميلة وسامية وحلوة وراقية جدا، سواء إذا كانت للزواج أو إذا كانت للبتولية والتكريس حسب دعوة الله لينا. أنا لا أعرف ربنا يدعي الواحد إزاي، ولكن صدقوني يا أخواتي ويا بناتي إنه لما ربنا بيكون عاوز الأخ أو الأخت للتكريس يجيبه على وشه. ربنا ده عجيب حلو، يدعوه دعوة بس مجرد ان ودنه تكون بتصغي خلاص الكول. ان انا كنت زمان اقعد اقول مش ممكن هبقى اسيد في حياتي، احب الكرافتة الحمراء واقعد امجد في العلمانية، وترى ربنا بيقول لي هجيبك على وشك وهدخلك المرج ان شاء الله شيراتون عجبك ولا مش عجبك، وانا اقول له وانا اقول يا ربي ده انا مش بتاع الحاجات دي، وبصيت لقيت النعمة نعمة عجيبة متعود تاخد واحد توضبه 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 لغاية تغيره لغاية لما دخلته الدير ووديته مش عارف في امريكا وجابته في ابو جرجاس وحوديته على المرج وطلعته مش عارف على فين وعجب. وفي هذه كلها يعظم انتصارنا بالذي أعلم، وعواطفنا كلها تبقى لي سواء هنا ولا هنا ولا هنا مفيش فرق، لأن أصل هي كلها في إيده حيثما قادني أسير. خذني خذني يا رب وخذ قلبي، أخت المبروكة تقول له كده هو خذ شبابي وخذ صحتي وخذ عواطفي و
وليتك يا رب تلمسها بنار محبتك لكي لا يكون فيها نصيب للعالم. أصلي وأطلب ليكم أن تكونوا كلكم مكرسين للرب، سواء على أي دعوة من الدعوات، سواء لدعوة الزواج مبارك أو لتكريس الخدمة كشماسة في بيوت المكرسات أو كراهبة للعبادة والتأمل، على أي دعوة فالثلاث كله يلتقي عند جبل طابور، هناك يصير المسيح هو الكل في الكل. لربنا العظيم القدوس المبارك مع أبيه الصالح والروح القدس كل مجد وكرامة وسلطان من الآن وإلى الأبد. آمين. في أي أخت عندها أي سؤال في موضوع العواطف؟ لو واحد البنات ساعات كيف بقول لك تكتب التكليف او الرحمن وبنحس ان افضل الاعتراف بتاع البنت مش موافق، هل يبقى راي افضل الاعتراف ملزم؟ شوف اذا كانت البنت ناضجه غير لما تكون مراهقه، يعني يصح قبل الاعتراف معذور ويصح ان قبل الاعتراف غلطان. اقول لك انت غلطان وانت صح. صح لما يكون البنت مش مستقرة تجي له في مرة من مرات وتقول له على أمور بتاع المستوى الأولاني وبعدين تطلع له على المستوى الفوقاني، تدخل في الدور البيسمنت بتاع الأرض اللي حكينا عليه وبعدين تطلع رابع دور وبعدين تنزل، فساعة ما تكلموا عن رابع دور يقول لها زوري شوي مش ليه حق لانه كانت لسه بنقمت شويه. زي مره جالي ولد انا فاكر في النقراشي من حوالي 25 سنه وجي قال لي في اعدادي كان قال لي استاذ انا عاوز اترهبي. قلت له حلو يا حبيبي ان شاء الله بس سيب الموضوع ده في الاجازه لما نتكلم فيه، انا قصدي انا طوح انا قصدي لسه مراهق عايز. وبعدين بعد اسبوعين قال لي يا بيه، قلت له نعم، قال لي ايه الدليل على وجود ربنا؟ هشوف ازاي؟ شايف اهو ده باين اهو ده بقى لو انا اقول له يا ابني اتكرس ولا بتاع يبقى انا مش دريان بالدنيا. على اي حال يبقى ممكن جدا هيتكرس بس مش دلوقتي لسه شويه المشوار ده. انما انت بقى الاساسي بغلطه لما تبقى البنت فعلا يعني صادقه وقلبها مستهب صحيح وحياتها الروحية حلوة والدعوة واضحة جدا، ولكن لأن هو ما اختبرش حياة البتولية أو لأنه عاوز الناس كلها تتجوز أو لأن في عامل بشري عنده إن شايف إن البنت دي تنفع للواد الفلاني، واخد بالك إزاي؟ أهداف جسدية أو أهداف اجتماعية، هنا بيعطل هنا بيعطل. ويبقى في هذه الحالة يعني تعطيل تكريس البنت دينونتو على رقبة أبا الاعتراف. شوف بقى صورها دي ليه؟ لأنها كانت له للرب في يوم من الأيام، وعشان كده أبا الاعتراف لازم يكون شفاف شفاف ما يعتز not projecting his own experience، مش لأنه هو كان نفسه يترهب يوم يخلي البنات كلهم عاوزين يترهب، مش لأنه هو ما شايف إن في بنات في الأديرة وحشين وعرف على إن بعض الرهبانات البنات متعبة ولا بتاع، أو لأنه خايف على مستقبل البنت في بيت التكريس إنها تروح وبعد كده يجرالها ويجرالها، لأنه ما خدش اختبار الإيمان بتاع إنه الواحد يترمي على ربنا وبدون ماهية بدون وظيفة بدون أي حاجة والنعمة تشيل الإنسان، يقوم يعطل not projecting his own experience ولكن يشوف البنت دي دعوتها ايه دي هي ايه. وده مهم جدا. انا ياما وديت بنات ودعيتهم للزواج وكانوا جايين لي علشان يبقوا مكرسات، قلت لها لا يا بنتي انتي مش بتاعت الحاجات دي.